ادي 22 اللي كده في المحطه ازاي المعلم عايز ايه يا استاذ عايز ايه والله نص يا عم بتدفع يا حبيبي بتدفع دفع فين انت نزل بس الكمامه كده وكلمني كده نزلها انا عايزك اسمع صوتك بس ايه طب ادينا ال 22 جنيه عشان نمشي ان ممكن دافع فين في المعسكر عايز ايه طب تعالى تعالى عايز تسلم يعني تعالى تعالى هات شنطتك وتعالى تعالى قدام يلا قرب الله يخليك عشان الافيولا تطلع اطلع بس كنا قبل منك ب 30 ثانيه كنا قبل منك عشان ب 30 ثانيه قرب يا حبيب قلبي اسمع قرب عشان الدنيا ما تتشقلبش معاه ايوه الله يخليك يا حبيب استنى بس ما نوقع النجوم الاول كده نوقع النجوم الاول اوعى ايه ده اوعى ايه ده خلاص طول بالك ده دماغك فيها حاجه هات الشرطه على الميعاد هات الشرطه هات الشرطه على الرصيف داحفين عليك نبوه ولا حاجه في المعسكر داحفوا عليك اقعد ده احنا واخدينه بالراحه عرفت احنا استنى 22 جنيه طب ما يلا يا بيمن واقف انا اهو انا رئيس الارض انا رئيس الارض مفيش حاجه اسمها تنزل عايزينك التذكره ماشي يا عم هجيب لك يا عم التذكره ازاي هجيب تذكره بدري يا ابني هجيب تذكره تعالى يا عم خده معانا تعالى تعالى يا حبيبي هجيب تذكره يا عم سيبه بقى القطر هينزل القطر هينزل والله ما انت هاي والله ما اقعد اقعد بقول لك اقعد ما تقعد يا ابني بقى اقعد اقعد اسمع كلامه وما تقوليش حاجه هات يا ماما هات 22 يا ابني انا عندي زيك اقعد خلاص يا حاج اقعد انا هدفع لا هسلمهم ليه يا مريض لا انا هدفع يا ست لا والله انت خد يا عم فلوس يا ابني خد مني يا عشان الشنطه حاسب الشنطة انت في بداية كلامنا في بداية كلامنا انا خايف على النجوم بتاعتك عليك اقعد مكانك فهمه بقى والله خلاص انا عندي جايه خلاص يا ابني يا ابني ولا اول ما كان يبقى انت شغال ما تعمل مش عايز تدفع روح عايز يبقى مش هتدفع شوف ولا الله ولا ملي انا انت ابويا ولا تثبت تدفع يا ابني معايا 3 سفيون زيك كمان تمام انت تدفع لي طب خد هات الفلوس ايه في ايه بس يعني هي بتتكلم معاك بصراحه ايه